القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. اسمها عيون الكلام. قد يسأل البعض، وهل للكلام عيون؟ يقول الجواب البسيط على هذا السؤال أن الكلام بلا عيون هو كلام أعمى وكسيح. إنها الفرقة التونسية القادمة إلى فلسطين لتغني الشهداء والمقاومة، لتغني ثورتها في أمسية ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمعرض الكتاب الدولي. دعم تونس لفلسطين عنده عدة يعني عدة جوانب، فيه دعم السياسي، فيه الدعم الثقافي، والدعم الثقافي مختلف أنواعه، الرياضة، الفن، الرقص، الغناء، وكل هذا لإثبات وجود أن إحنا كعرب كتونسيين نحن معكم، يعني في نضالكم لإثبات هويتكم لإثبات شخصيتكم. العالم آمال الحمروني فنانة في فرقة عانت الإقصاء والمنع، نثرت الشعر في رام الله وغنته، ووضعت ورودها فوق قبور الشهداء كفراشة تتراقص بين ألحان تونسية شقيقة وأوتار عود الشيخ إمام. جاءوا من تونس إلى فلسطين، رسموا للكلام عيون، فيه بريق يحكي قصة الثورة هناك ويبكي قبور الشهداء هنا. إنهم عيون الكلام، أمتعونا بأجمل الأنغام. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.